أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة ما تداولته وسائل إعلام ماليزية عن إقدام الجهاز الموساد الإسرائيلي على اختطاف مواطن فلسطيني مقيم في ماليزيا قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية الماليزية من إطلاق سراحه لاحقا. وأشاد المتحدث باسم الوزارة بجهود السلطات الأمنية الماليزية في ملاحقة عناصر خلية الموساد التي اختطفت الفلسطيني. قام جهاز الموساد باختطاف مواطن فلسطيني موجود في ماليزيا. الشرطة الماليزية والأجهزة الأمنية الماليزية بذلت جهود كبيرة وتمكنت من إحباط هذه العملية وإطلاق سراح هذا المواطن. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بتراء جاية وسام المحلاوي المحاضر في جامعة العلوم الإسلامية. سيد وسام أهلا بك، يعني ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول ملابسات هذا الموضوع في ماليزيا؟ نعم، تحياتي لك أخي حامد وللجمهور الكريم. ما حدث تحديدا في يوم 28 من سبتمبر نهاية الشهر الماضي هو عملية اختطاف لاثنين أو محاولة اختطاف لاثنين من الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في منتصف كوالا لامبور في قلب العاصمة الماليزية، حيث نجح الخاطفون في اختطاف أحد الفلسطينيين والآخر هرب من المكان وعلى عجل أبلغ الشرطة. وربما هذا الأمر الذي نجح فيه من الفرار من عملية الاختطاف هو العامل الذي ساعد في تسريع عملية اعتقال هؤلاء الخاطفين. بعد ذلك يعني تمت عملية الاختطاف باستخدام سيارتين في المكان، وتم اقتياد المخطوف إلى مكان بعيد نوعا ما، وجرى التحقيق معه لفترة استمرت إلى 24 ساعة حتى توصلت الشرطة إلى مكانهم وداهمت المكان واعتقلت الخاطفين وحررت الفلسطيني المخطوف في هذه الحادثة. تقريبا تم اعتقال ما يزيد أو ما يصل إلى 10 أشخاص أشرفوا على هذه العملية. تم ربط هذه العملية بالموساد الإسرائيلي. يعني هل كلهم من الماليزيين من العناصر المتعاونة أو يعني العناصر التي جندتها المخابرات الإسرائيلية أم هناك أفراد من الموساد الإسرائيلي؟ لم يكن هناك عناصر أو أفراد خارجيين، كل من تم اعتقالهم هم من الداخل الماليزي، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تصريح صريح في هذا الخصوص من وزارة الداخلية. كل هذه المعلومات تم تناقلها على وسائل الإعلام الماليزية وهي وسائل إعلام معتبرة. نعم، طيب يعني هل تعتبر ماليزيا يعني بؤرة نشطة للموساد، خاصة وأننا نعلم في العام 2018 اغتالت خلية من الموساد الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش، يعني تكرار هذه الحادثة ربما مرة أخرى هل يعني ذلك أنها مكان فيه نشاط للموساد الإسرائيلي؟ يعني ليس بالتحديد بهذا الشكل، يعني إذا تحدثنا عن ماليزيا فلا توجد، يعني العملية الوحيدة التي نفذت في السابق هي في 2018 ونحن الآن في نهاية 2022، هناك عملية أخرى وعملية فاشلة يعني بكل المقاييس. حتى ما قيل يعني أو ما صدر من الجهات التي سربت هذه المعلومات لوسائل الإعلام، هناك الكثير من الملابسات أو من الأخطاء التي لابست هذه العملية. نذكر منها على سبيل المثال للحصر هو أن الخاطفين ذهبوا إلى المكان مكشوفي الوجوه، استخدموا سيارات بلوحات أصلية، وهو ما سرع في اكتشافهم والوصول إليهم. فلو كان هناك وتيرة متسارعة أو وتيرة كبيرة من العمليات التي تنفذ داخل ماليزيا أو ما إلى ذلك، ربما لكانت هذه العمليات أكثر إتقانا وأكثر حرفية مما جرى عليه الأمر في هذه العملية الأخيرة. يعني إذا استطلعنا أو إذا عدنا إلى الوراء لا توجد حتى هذه اللحظة سوى هاتين العمليتين اللتين نفذتا داخل ماليزيا. أجهزة الأمن هنا حقيقة يعني متيقظة بشكل كبير، وهي تحاول أن تتابع مثل هذه الأمور، وهذا ما أسفر عنه السيد. من وصول سريع للعناصر الخاطفة أو التي شاركت هذه العملية الأخيرة. وسام المحلاوي المحاضر في جامعة العلوم الإسلامية كنت معنا من بتراء جاية في ماليزيا، شكرا.